السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. يوم جديد، كش جديد، وجه جديد. طبعا يا اخوان، الشاب اللي وراي هو عبيدة. طبعا عبيدة اخوي اللي دائما بكون معاي على السطح، بس ايش، بكون دائما ورا الكاميرا. اليوم ان شاء الله انا مش راح اعمل اشي، اليوم حخلي ان شاء الله عبيدة يفتح الحمام ويشد عليها ويطيرها، وبدي اشوف اذا بيقدر يقطع معه طيور ويصيدها. طبعا يا اخوان، قبل ما نبلش الفيديو بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، ولا تنسونا باللايك، أهم شيء اللايك، تمام. وإذا مش مشترك اشترك بالقناة، محتوانا بيعجبك إن شاء الله، وإذا ما عجبك يعني حط لنا لايك وبرضه اشترك بالقناة. يا إخوان هسه إن شاء الله حخلي لكم عبيدة يفتح الحمام ويطلعها، بدي أشوفها حيقدر يسوقها. طبعا أنا صار لي فترة شاد على الحمام زي ما أنتم عارفين، والحمام ما شاء الله بتقالب وبتسوق، ويعني كل يوم بتجيب معها الحمد لله طيور. طبعا في اشياء كثير صيدات احنا صدناها ما صورنا لكم اياها. طبعا في امبارح صدنا مشروع جلف قراقطه، هسه ان شاء الله حفرجيكم اياه في اول الفيديو، وهسه حخلي عبيده باذن الله يفتح الحمام ويكش. خليكم معنا وتابعوا المقطع ان شاء الله. هاي عبيده هسه نخليه يفتح الحمام، هاي شال البرداي، نخش هاي الحمام جوا، يا هيفتح الباب من هون، هاي الباب فتح، انا مش راح اتدخل فيهم، هخليه هو. ها ها ما قدرتش الا ما اتدخل. طيب الحمام طلعت ولسه ضايل اكمل طير جوا الخشيه. هاي الحمام كلها طلعت، هسه بتشبك مع بعض. الهواء اليوم قوي، كلها ها. وهي عبيدة هيو قاعد بلوح لها، هاي الحمام شبكت كلها مع بعض. طبعا يا اخوان انا زي ما تشوفوا بالفيديوهات اللي قبل، خلاص عودتها للحمام فيشي ابدا، يعني ما تلفش، تضلها كابسة فوجها، تضلها تشامط وتقالب، هسه ان شاء الله بتسحب لقدام وتجيب طيور معها. طبعا يا اخوان يعني الحلو بالحمام انه اذا شاف الطير مثلا بالسماء بتضلها وراه زي المكنسة الكهرباء، بتقالب وراه يمين شمال الا ما تجيبه. هاي الحمام جوا، وهي عبيدة هي قاعد بلوح لها. طبعا ايش، نص تلويحة بلوح، يعني يا دوبك نازلة تلويحة على الارض معه لانه الحمام صارت ورا. طبعا يا اخوان احنا زي ما قلت لكم بدي افرجيكم الطير اللي صدناه امبارح ما صورناه. طبعا ايوه هذا امبارح صدناه، مش عايز مبين، هذا امبارح صدناه وما صورنا له فيديو، يعني كان اخر شيء صورناه على المغرب، يعني ما صورناهوش، اخر شيء صدناه العفو على المغرب وما قدرنا يعني نصوره ونعمل له فيديو، يعني حط مع الحمام احنا ما كنا نصور صدقا امبارح. يا اخوان هاي الجنون للشباب اللي كانوا يسالوني على الزق، طبعا اليوم طلعت الجنون كلها. طبعا زي ما انتم شايفين هاي الجنون كلها فيها الصحون، المعالف، المشربيات. طبعا اليوم حنعمل لهم نفضه مرتبه، بحيث انه ان شاء الله قربنا خلاص هاي الجو صار يدفي، حنجمع جواز. هاي الجنون زي ما انتم شايفين هاي كلياتها بدنا نركب الجواز ان شاء الله، وناخذ منهم نشوف خيرهم باذن الله. يعني انا بركب يعني الجواز، بزق الجواز من شهر 3 نحكي لشهر 7، بضلني اخذ منهم يعني بطنين ثلاث على حسب ما يرموا، فيعني بطلع لي 30 فرخ، يعني 25، يعني على حسب ايش ان شاء الله الانتاج والجواز كيف اشتغلت، لانه انا بعد هيك خلاص، لانه بدي افضل الفراخ من ناحيه كرش من ناحيه كذا، انا ما بحب ازود فراخ، لانه بتعرفوا تزويد الفراخ يعني الفراخ خص نص يعني حساسه شوي، اذا فرخ واحد بمرض بعدي باقي الفراخ، فيعني كل ما كان العدد شوي بدناش نحكي قليل ولا كثير، يعني ضمن المعقول تقدر انت بتسيطر عليهم، تقدر انت تظبطهم، يعني بتقدر تسويهم. يعني هذول الطائرات كلياتهم فراخ السطح، كلهم طلعوا من هاي الجنون، كل هاي الطايره كلياتهم دون استثناء اي طير. لا والله فيه الكشكي صدناه صحيح، لا فيها كشكي هذا مصيود طاير فيها، فكلها طلعت من الجنون هاي زي ما انتم شايفين، تفضلهم بتظبطهم،
يعني دائما الكثره مش هي، يعني مش اي واحد بدك تعمل لك 200 فرخ تقول الكثره احسن، لا، يعني تجيب لك 30 فرخ وتبلش فيهم صح وتشتغل عليهم صح احسن لك من 100 فرخ يموت نصهم والباقي ما تعرفش تشتغل عليهم. طبعا هاي الحمام يا اخوان سحبت لجوا، هيا هيا الحمام هيا صارت جوا، عملت لكم زوم عليها، هيا بتقالب هسا ان شاء الله. لسه ابو مو اكيد هذا كله 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 المشربيات هاي القديمه، يعني هن نظاف من السنه الماضيه بس هن من الشتاء، يعني هذا كله كله هذا من الشتاء مضيف. ومن المي اللي ضربت فيهم خلال الشتاء هذا كله بنسوي نظفه، ابدا بنتشمس فيه هسه بنظبطه بننظفه. حتى المشربيات هاي ناوي كلها اغيرها، المعالف كلها تتلمع تنجلى، يعني يكون اشي مهيأ انك تزق فيه على نظافه. يا اخوان تيجي تزق اشي على عدم مؤاخذه على وسخ ما بنفع، يعني ما بدك كل شيء تبلش فيه على نظافه. فان شاء الله الحمام سحبت، والحمام يا عبيد بطلت شوفت وين اختفت يا اخوان. ان شاء الله الحمام باذن الله بس ترجع الحمام نشوف شو بتكون معها، هتابع لكم الفيديو باذن الله. ان شاء الله الحمام شدت عبين ما ترجع باذن الله. طبعا الحمام اختفت سحبت لجوا، الحمام سحبت لجوا هسه ان شاء الله بس ترجع حنصور لكم اياها. طبعا هسه بالوقت هذا حنجهز الجنون، طبعا هسه هون اخونا عبيده حيجهزها حيظبطكم الجنون ويتكتكها هسه ان شاء الله. ايوه طلعوا كيف الجنون، هي قبل كيف بعد، هي قبل الجنون وهسه ان شاء الله حنصور لكم اياها بعد. طبعا احنا حنسرع الفيديو بشكل سريع عشان ما يكون ممل. احنا بلشانين بالصحون زي ما شايفين، طلع الصحون النظيفة كيف، وهي الصحون اللوزة، هاي الجنون لساتها كلها هسه ان شاء الله حنبلش فيها وننظفها خليها تلمع لمع. يا اخوان انتم شايفين عدد الجنون، هيهم عدد الجنون وشايفين عدد الصحون تمام. هسه اذا بتعرفوا ليش احنا عندنا عدد الصحون اكثر من عدد الجنون، يعني تقريبا الدبل. هسه ان شاء الله حقول لكم بنهايه الفيديو ليش عندنا الصحون اكثر من عدد الجنون. تمام رجعت، طبعا هون عبيدة لسه بلشان بلشة سودة، طبعا الحمام فيها اشي اسود انا مش شايفه، الشمس اشي هيك مدقدق اسود بس نحاول نحططها. انا يعني رخيت عليها شوي خليها تنزل تحط فيها كمان كأنه بالون، يعني والله بالوني شكله. الشمس نص عيني ما شايفش، هاي فيها بالوني، فيها بالوني اسود الحمام، هاي فيها اشي اسود والله ما عارف شو. هسه نسيب نقرب نشوف، هاي البالوني مطرف ولك فيها طرين يا عبيد او ثلاث. على فكره قبل شوي كان فيها زرزور بس احنا بال الزرزور شفته فات فيها ورا طلع، بس طلع فيها بالوني اسود، فيها حبه سود هي هي اليوم بدي اجهز، هاي فيها بالوني اسود، هاي شايفه طبعا يا اخوان عبيده شو بدوش يعني حط الطلشان بالجنون، بقول لي ايش تخليش الحمام تحط. اسمع 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 تعال ارجع ارجع خلينا نحطط فيها، ارجع ارجع ما عليك ارجع بس تعال تعال. عبيده يا اخوان انتقر بقول لي بدي اجهز الجنون، بلش فيهم بلش فيهم بدوش يسيبهم، خليك لا لا هسه بدنا نحطهم، خلينا نحطهم هسه، ارجع ارجع شوي خلي الحمام تحط خليها. هاي شايف البالوني؟ اذا حطن شبعانات اكل بكش ما بدي انا، بدك تكشهم؟ بدوش يصيد، خلص بده يجهز الجنون، اليوم بيخلص الجنون. يعني معك 10 دقائق تصيد؟ بقول لي معك 10 دقائق اصيد، اسمع حصيدهم خمس دقائق. طيب ماشي، خلص اسمع يا اخوان على تحدي على 10 دقائق، اذا ما صدتهم حكشهم. اسمع رجع لي الطاولة ورا هاي، رجع لي اياها رجع لي اياها الطاولة تشرب عليها قهوة، يعني مش راح اصيدهم، حاط لي مليون شغلة على السطح. طبعا يا اخوان طبعا
وانا مطلع فيها الجداد كمان، فيها القرقاطي والكشميري، وهي الحمد لله في الشيخ شلي هذا الاحمر الفرخ الملحوق هي تحسن، صار يطير بالحمام ويلبس فيها. بس يا اخوان حطيتهم ان شاء الله تصيدهم باقل من 10 دقائق، لانه بعد 10 دقائق حيكشهم. ما تحطش، ما الحمام ما شاء الله نشيطه، مش راح تحط. اسمع شوف، انت قلت لي من بعد ما حطيتهم 10 دقائق مالكش فيها، خليها على البر ساعة. لا ما اتفقناش هيك. فيش هاي الحمامة يا طاير شو اسوي؟ انا قلت لي اول ما تحط الحمام اذا حطوا معها معك 10 دقائق تصيدهم. خليها طاير يا اخوان، خليه قاعد يستناني. خلينا حطتها، خلينا حطتها يا اخوان، هسه نشوف ان شاء الله صبح احطه معها. طبعا احنا شو اتفقنا، اذا الطيور سحلت مش راح الحق، انه بيبلش بالجنون. خليني بقول لي خليه يروح عادي. عن جد الحمام مش راضي تحط، مش راضي تحط بالمره الحمام. قاعد بيدعي انهم يطلع. داي 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 داي، هاي البالون بفلت، هاي البالون بفلت لحاله قاعد. لا جيبوه وانا البالون اخر واحد قاعد فلت، فلت من الحمام. هاي البالون طلع سي ايش لسه فيها شيء اسود. هاي البالون البس، وين البس راح؟ داي 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 واحد بلوني. بس يا اخوان حطيته بلوني راح، صار بوجه اخر الدنيا، صار تنقيت. داي 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 الكركات بطريقة عادية. شفت اخوان شايفين برمكية من ورا البناية بنزل الحمام. لسه فيها طير اسود طلع ما شاء الله برمة من الشارع، طلع طلع الاسود فلت البرمة ما قدلها شيء، شايفينه هي رجع يلحق، هي لبس فيها طلع اخوان الاسود قاعد بفلت على البرمه، مش مستحمل البرمه من ورا البنايه. داي داي مشكله، مش هتحط الحمام طبعا، يعني انا قاعد بتحايل عليها بس تحط. يا اخوان الاسود طلع مش قادر يلحق الحمام. راح سحل الاسود. حمام ما حطش اشي احسن، ما حطش اشي، هي زي ما هي يا اخوان الحمام. صعبي ده البالون يضلوا في وجهه، ضلوا معطيها في وجهه. طبعا يا اخواني عبيده مبسوط، واللي احسن ما حطش اشي عشان شو بده يكمل شغل. زي ما انتم شايفين بدنا نحبس الراس الاول، بدنا نطلعها خلاص، يعني قرب الموعد تاع الراس الاول واحنا لسه شغالين بالجنون. زي ما انتم شايفين هاي الراس الاول، يعني من الظهر قبل الظهر حتى والله شغالين. وهي وصلنا، لا الحبس انسى خلاص، صرنا مشهورين الحبس لحاله الحمام تحبس. هاي يا اخوان مش الجوع والله، طلع الصحون
هاي الصحون كلها هاي في عندكم المعالف، هذا القن طلع حتى الارض شطفناها تمام، هاي القنون هسا ان شاء الله حخلي لكم، حسلم القياده لانه اليوم قلنا احنا صايرين على عبيده، عبيده ما بين كثير بالفيديو، حخلي ان شاء الله عبيده يخبركم شو بالنسبه للصحون اللي حكينا عنها في الفيديو، انه ليش الصحون كثير اكثر من العيون عندنا من القنون، وشو بنعمل بالقنون وبنجهزها للزق. هسا ان شاء الله عبيده هو حيكملكم باذن الله. طبعا يا اخوان هي الراس الاول زي ما قلت لكم، هسا صار وقت الموعد هنطلع الراس الاول. هاي الراس الاول هاي طلع زي ما انتم شايفين، هسا بيشبكوا مع بعض. طلع الحمام شو هاي، ها فركة تلحق. طبعا يا اخوان اخذوا منا شغل الجنون يعني اشي لا يوصف، لسه يعني لسه في كمان شوية شغل. الحمام بتشامط وبتقالب زي ما انتم شايفين، لمت بعض هسه شو راح تكمل فوجها. خليكوا معانا ومحلكوا تتحركش، هسه حنكمل لك. انا هي الحمام سحبت طبعا زي ما انتم شايفين، هي الحمام هي بترمح، هي بوجهها، وهي الكوم يا اخوان، هي الكوم طلعوا ما شاء الله. طبعا اليوم طلعناها ابكر من امبارح، امبارح طبعا بدا عندها بيوسف طلعناها متاخر وبقى فيش كوم، فمع الحكي والقعد نسينا حالنا، عدت الساعه 5 قبل اذان المغرب. هاي خلطه خلطه طيب الكوم. تعال نكمل الجنون عبين ما ترجع، هسه يا اخوان عبين ما ترجع حنكملكم على الجنون باذن الله. طبعا يا اخوان هاي الكوم جوا يعني، طبعا هذا الكوم تقريبا في ثلاث قطع قده، بس يعني هم ايش على الترويحة شكلهم شغل، امرات بتلاقيه قده على 5 مرات، امرات بتلاقيه على 2، وامرات بتلاقي ما في كوم. يعني امبارح اجى ابو يوسف زارنا ولا واحد مطلع حماماته، ولا واحد بقى كاشش، ولا واحد، يعني راحت الحمام مرة مرتين بس على الفاضي، ما في حدا كان كاشش واحنا كنا ماخرينها. وهي في كمان كوم على اليمين، حتى في كمان يا شايفهم اليوم ما لقاش نصيب تشوفهم يا ابني. والله يعني طلع كوم على الشمال، طلع في كمان كوم على الشمال يعني ما شاء الله. شايف ايوه بس عند الجامع، ايوه عند الجامع هذول اللي امبارح خلطن عندنا، هذول اللي تحت خلطن الحمام. ايوه في كمان هون كوم يعني يا اخوان. مزرة جوا الحمام هسه جوا. سبحان الله امبارح يعني ما كان له نصيب يشوفهم. هي هذا الكوم اللي خلطه فيه حمامنا، هي جوا انا فيها. انا اول شيء امبارح دقت مع هذول اللي هون على اليمين، بعدين ردت فلتت. ايوه هي فيهم كمان يا اخوان، هذا كوم تعبان شوي، هذا اقل شوي، اقل شوي هذول، بس هون يعني هذا الكوم الرئيسي يعني اللي احنا دائما بنخلط فيه، هذا اللي بخلط فينا وبشر. هي صوروا هو بشر، هي طاقه بشر غزز روس حماماته، الحمامات كلها بتردح. هذا الكوم الرئيسي اللي فوق اخوان، هسه ان شاء الله حنكملكم على الجنون، وهيك نكون ان شاء الله وصلنا لنهايه المقطع. هسه حنقول لكم كل شيء على الجنون باذن الله، وحن شاء الله هيك بنكون وصلنا لنهايه المقطع. هيك نظفنا الجنون لمعناها زي ما انتم شايفين. هسه حنخليكم عبيده يشرح لكم شوي عن الرمل اللي فردناه بالجن والمشربيه والصحنين والمعلف. هات يا عبيده قلنا المي دائما لازم تبقى مكان في، تمام، عشان ما تبقى المي سخنه ما يقدر يشرب الطير منها لما تكون بارده. يا عيني عليك. الصحنين حلو، هذول في الفكره انه غلط دائما يكونوا صحن واحد. هسه اذا انت الجوز انتج اول بطن فرخين وبعض جنبه البيض، يمكن الفراخ يخربل لك البيض، ويمكن الفراخ بس يكبرن شوي ويفقس هدلاك اخوانهن وراهن، شو بيصير؟ الكبار بقتلن الصغار. فاحنا فكرتنا صحنين، الصحن الاول بيبقى فيه البطن الاول، الجوز لحاله لا ارادي بينقل على الصحن الثاني، بيبقى هو عارف يعني. وهي المعلف موجود هنا، وطبعا الطربيه على الارض ضروري تكون موجوده عشان الوسخ
لما ينزل هسا بدون تراب بكتل وبعطي رطوبه، بعطي مجال للدود وللوسخ. هسا في التراب بصير يحجر، يعني عليك واسهل للتنظيف. يعني انت بس كانك تشحف التراب، ايوه هيك انت ايش بتكون مرتاح. صحيح يا اخوان. طبعا هاي كل الجنون احنا مجهزينها نفس النظام، هاي زي ما انتم شايفين، هاي كل الجنون هاي زي ما انتم شايفين. وهي هون كمان احنا، لا هون لسه ما جهزت، هون ما جهزت لسه. احنا صورنا تمام عشان قبل احنا يا اخوان، يعني خلص يعني قرب يأذن المغرب، انتم شايفين احنا من قبل الظهر شغالين فيهم. وضروري كمان هسه هذا القماش احنا حاطينه، هسه شوف هذا القماش، ايوه يا عيني عليك. للدفع اول شيء، للدفع ثاني شيء، عشان الحمام كله عارف الجنون اللي ما زقت فيه بيبقى طالع منه، يعني عارف القلب. احنا بنغطيه عشان ما يشوف المنظره، يعني يصير يهوجن. شايفين كيف هيكون الجنون مغطي هيك يا اخوان؟ ان شاء الله بنكون وصلنا لنهايه المقطع باذن الله. ان شاء الله طبعا طبعا استنونا في الصيف، يعني لسه هسه ان شاء الله احنا نستفيدوا منها كثير. هي احنا قربنا خلص، هي جهزنا الجنون وكل شيء، هسه ان شاء الله الجواز موجود، هي بس احنا محضرين بدنا نركبها لسه، يعني ما بدناش نحرق الدنيا. هسه احنا ان شاء الله لقدام حنركب الجواز باذن الله، ونعمل لكم حلقات عليهم كلهم كاملات ان شاء الله. هيك وصلنا لنهايه المقطع يا اخوان، لا تنسونا باللايك، واذا مش مشترك بالقناه طال الحمام لسه جوا طبعا يا اخوان. احنا مش عاملينها اليوم كش، بس يعني صورنا لكم. هاي الكوم لساته جوا، لساته هي جوا الكوم. هاي الحمام انا جوا وين؟ هاي الحمام مش لنا، هاي لجارنا هون اللي تحت، هي بكش هون تحت. تمام الحمام تاعتنا هي حمام فوق داره اللي هون، واحنا الحمام تاعتنا خالطه جوا هاي الكوم. فيا اخوان احنا اليوم مش عاملين لكم حلقه يعني كش، عاملين لكم يعني اكثر من شغله. يعني فرجيناكم الصبح لما كشناهم، وكان معانا مزهور اسود، وكان معانا بلوني سحلوا، وكملنا تنظيف بالجنون، وبعدين فرجيناكم الراس الاول كيف طلع وسحب وراع الكوم، وفرجيناكم الجنون وهي نظيف ان شاء الله. الجواز لسه ان شاء الله لسه عليها حلقات ان شاء الله، انها بتجنن. هيك نكون وصلنا لنهاية المقطع يا اخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية.